بس طبعا صح عمري مش شون تعلم عمري شو عمري خلطي تمشي ولا شينا. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. غبرت عليكم عرفت اليوم كنت خارج خرجنا هاد السيدة. السلام عليكم. ايوا حنا خرجنا، سمحوا لي تعطلت عليكم بزاف، ولكن راه خوكم مابقاش كاع تيخرج كاع من داك البيت، القرايه والخدمه، قرايه خدمه. المهم حنا اليوم الجو زوين، نورمالمون راه كاين البرد ومغيم، ولكن اليوم الحمد لله مشمش بزاف. لا واش سميتها باين انا يا. شوف صار لهم الشميشة المغرب طاح فيه الثلج الرباط، ماشي الثلج غير التبروري. مبروك عليكم الفوز، مبروك عليكم الفوز، ورا 8 سنين ما ربحنا في اقصائيات في كاس افريقيا. ربحنا ماتش في ثلاثة، 8 سنين ما ربحنا. تخيل دابا الدراري دخلوا لليسا كاين اللي ما عقلش على راسنا باننا ربحنا الكوب دافريك. ماتش كوب دافريك ماشي مشكل، ان شاء الله الماتش الجاي خصنا تعادل وندوزو. ندوزو ان شاء الله، ندوزو. خليو لي كومونتير ديال التشاؤم لتحت. شنو هي؟ كيفاش درتي نزلتي هاد المرة هادي؟ ملي تبغي تنزلو كيفاش دير ليه؟ تتبركي على بوطون ولا باش ما يوقعش الشوك؟ ها؟ وما تيوقعش الشوك مع الأرض؟ شنو دابا شنو نشد شنو نصور؟ نصور الدرون ولا نصورك انت؟ فهمتك. دونك ما غاتسجل والو؟ ها؟ كيفاش نسيتيها؟ خليتيها في بيسي ولا شنو؟ وصافي غير طلعوا بعدا نشوفوا شي ضرر نشوفوا بعدا طاح سير سير اول مره نشوف راه السيكوريتي ما عاد تيهضرش بعدا ها ولكن حاضي حاضي بصح صافي ماشي مشكل قلت لكم ما كنتش عوال نخرج لا بلاش بلاش لا بلاش لا بلاش قهوه متاكد متاكد قلت لكم خرج ما كنتش عوال وبصح ما كنتش عوال هزيت الدرون ونسيت كارت ميموار برافو عليا وجو زوين اليوم الصراحه شحال هادي ما شفناش جو بحال هذا مشمش و انتما شغل برا كيتيبان بحال الصيف البرد المود البرد ولكن جو مشمش خصني نحسن عرفتي مشى موعد انت شوف الميري ها هو كل شيء هذا 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 الطرو واعر بس زوين انا نعطيك الله الصادر ديالك 5000 زعما طلع 10000 كواي نشرح للناس 10000 كواي بالمغربيه شناهي هي كمل باش نولي نخسر شنو خسر 5000 كواي في اللعب هي شي 7500 درهم بحال هكا بس بدك تمشي زعما تخسر مزيان ماشي ديما بزاف تبرع تبرع فاطمه بالصفقه مع الشيء 5000 والله زوينه بلاصه زوينه
بغيت نقول لكم واحد القضيه. انا الفطور ما بقيتش نلقى معاه مشكل، ديما مقاد في الدار. صافي راك عارف هذاك الفلوكون دابوان الشيكر ديال الاخر ديال البروتين سيريو. بغيت نقول لكم شكرا بزاف على شحال 22000 22000 ابوني اليوم، وصلنا يمكن 22000 ابوني. ثانك يو. وصلنا 22000 تبارك الله. اخر مره درت فيديو كنا في شحال 14000 ابوني طياره. الناس اللي تيسولوني ديما تيقولوا لي صداع شحال تشري، زعما شحال تشري من الاثمنه. هذا ها هو فلافل حمص وداكشي مخلط ب رول وريتو له 55 هي بالمغربيه هي لا باش نقول لهم هما ما عارفين 80 درهم تيخاف ماشي باش يقول بالمغربيه لان تجي قاصحه ياك تجي تخلع. لا 80 درهم هادشي، وهادو هما الاثمنه هنايا في شونغي شاد فهمتي. شوف شوف رخيصه كاع حنايا في ديكاتلون جايين تنقلبوا ندوركم معنا في ديكاتلون. شوف مزيانينش العينين دادر ماشي ماشي مزيانين ولكن هادو ما نظنش يكونوا خايبين حتى بزاف. انا هادو هما اللي تيجيو بدي شويه منهم بحال كبار. لا ما كبارش ياك قولوا لي كيجاو اذا عجبوكم شريوه. 79 سيرتو هاد الستيل هذا. بصح الناس اللي تيسولوا على اثمنه 49 50 كواي هي كما قلنا قبيله اونفيرون 75 درهم. ها انت السبرديلات هادي 299 بروموسيون. هاي هي 299 هادي سامبل. هادي شو هادي بشحال؟ شو 59 كوا ولكن راه الثمن فين هي؟ هاي هادي اش شادي ولا تحتها؟ هي هذيك 59 كوا. هذاك الشيء تنقول لك انا شري منها واذا صبرات لك ما كاملش حتى وجبه. شحال كاينين حنا؟ والله نجرب سير. يلا 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 احنا جينا في واحد البلايصه زوينه واخا تعجبوني اللي طروشيني انا بغيت نلعب حتى انا شي وحده نقص عليا المسافات. ني هاو اقول لماما صورنا ها هو معجزه. واحد الفكره زوينه وقولوا لي واش متفقين معايا. هذا بشحال هنا قلنا 30 كواي. قال لك نشريو شي شحال نشريو لهم 40 ولا 50؟ 40 نشري شي 40 واحد وان شاء الله باش نهبطوا المغرب نفخهم كاملين العالم الجاي. لا 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 ندير لهم واحد اللعيبه اذا ربحنا الكوب دافريكي ان شاء الله. لا شحال نعطيو كادو فلاشين من بالون ندير لهم كادو في 10 ديال البالونات غيتفرقوا في هاد لاشين ان شاء الله اذا ربحنا كوب دافريك. اذا خليتو كومونتير اللي خلاو كومونتير في هاد الفيديو نديروا لهم تيراج الصور. يلا سير محال واش نربح ولكن ما تعرف جربوا كتبوا ها هو البالون ها انتو شنو مار سكوا كيب ستار صافي يلا شنو واللي بغيتو بالون اللي بغيتو نجيبوه لك. يلا سير انا عجبني كيوت يا كي جيتكم والله لا كيوت. ديك المره كنت انا والياس في مراكش وواحد تيبيع الحلوى هو عنده ستاند بحال هاد اللعيبه هادي وقال لينا ما تصوروش بحال تيصنع في النواوي. شنو هذا؟ هذا عرفتي بحال جديد بحال الشعيطو ليه جينجا
جينجومبر دير بحال بحال جينجومبر هذا جينجومبر زين انواع ديالها عرفتي علاش درت انا بحال هكا باش نبين لهم الفرق شوفوا ديك المره في مراكش ما تصورش عرفتي شنو هي الحلوه ديالها هذيك اللي فيها اللوز سميتها كاع سلسله نوغا كل ما تصورهاش داك الشيء علاش يمكن قال ما تصورهاش حيت واحد قام جاوني واحد قام هضر راس ما قالت والو عاد انا غادي ندخل يلا انا نمشي يمكن ريح شويه عاد خصني نمشي للموطي داك الشيء راه تعطلت بزاف صراحه ما كانش عليا نقص اكثر من هذا انا خليت معاد مازال عنده قرايه خصو يكمل شي حاجه ديالو الله الحمد لله اليوم الجو جميل جدا هنا المشكل واخا كاين البرد ما عنديش انا مابقاش يجيني مشكل المشكل اللي ولا تيجيني هو الجو يكون فيه السحابه والشتاء والبوليسيون الحمد لله اليوم الجو نقي هانتوما شوفوا شنغاي باش يكون الجو نقي دابا انا عاد برجعت مهم انتما شنو النهار داز ما كاين شي حاجه كبيره ولكن بغيت كنت باغي نهضر معاكم بغيت نقول لكم شكرا 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 بزاف على الدعم ديالكم وصلنا في واحد الظرف صغير تقريبا 22000 ابوني تنشكر الناس كلهم الناس اللي ساندوني من الاول وحتى الناس الجداد مرحبا بكم نتمنى الفيديوهات يعجبوكم راه موجود فاش تفرجوا وان شاء الله هذا الشيء اللي جاي يكون كاع احسن غنحاول نبدل السيل غنديروا شويه ديال برانك شويه ديال فيديوهات ديال رياكشن من عند الاجانب شويه المهم نحاول ننوع عليكم الحاجه الوحيده هي خصني نسالي بزاف ديال التخربيق هنايا عنده علاقه بالقرايه بواحد الفيديوهات خصني نكملهم هنا المهم بزاف ديال الحوايج منهم هذاك الدوكيومونطير اللي كنت هضرت لكم عليه المهم غنديروا غير الجزء الاول منه احنا خدامين فيه في الطور الاخير ديالو من المونتاج هو اللي شاد ديال الوقت بزاف هادشي اللي كاين تنقول لكم مور هاد البيريود ان شاء الله اراك الفيديوهات ان شاء الله حاجه اخرى بغيت نهنئ المغاربه وتنهنئ راسي معاكم على الفوز ديال البارح من شحال هادي ما ربحنا في كوب دافريك شي ماتش يمكن شي 8 سنين ولا 9 سنين وي تنقول للناس كلكم مبروك عليكم ودابا ولاو عندنا الحظوظ باش ندوزو للدوزيام تور الربع ياك تنقول لكم مبروك عليكم كلكم ونتمنوا المنتخب يدير شي حاجه تخيلوا معايا اخر مره دار شي حاجه 2004 عرفتي 2004 تتبان لنا قريبه وهي راه بعيده راه الناس اللي تولدوا في 2004 دابا شحال عندهم من عام صبر نحسب مشى ليا الماط في 2004 راه دابا عندهم يمكن 13 عام ولا 14 عام المهم نتمنى حتى هما يفرحوا حتى هما ويحسوا بان كاين اكيب ناسيونال وكل شيء هادشي اللي كاين تفرجت الماتش الاول كان طلع لي الدم بزاف كنت باغي نحط فيديو قلت لا ما نحطش فيديو المهم نوريكم واحد لابارتي منها لان هنا اللي بغيت نقول لكم هو في الشينوا الماتشات معايش يدوزوا 3 4 الصباح تيتلعبوا الماتشات دونك تنديروا الريفي باش نفيقوا نتفرجوا فيهم والحمد لله بعدا ملي ربحوا هانتوما شوفوا ديك الفيديو اللي شويه مقلق ولكن راه كنت حابس التقليقه في هذا الفيديو واخا هكا هانتوما المنتخب الوطني شحال الساعه دابا 3 الصباح في الشينوا تنتفرجوا فيكم عرفتي ما ديروش شي نتيجه مدازي مع كونيكس حيد هذا الكاسك تنضرب بحال شي حمق ومدازي مع الكونيكسيون وكل شيء عرفتي ما ديروش شي نتيجه الحسره والاحباط في المغرب وفي الصين 5 الصباح هنا حنا في طور بناء منتخب يمتاز بالتنافسية ورا من 2004 شوف الناس شوف خيب الأمل من جديد شوف دابا الدري شاد الدري الصغير هذا آخر مرة المغرب تأهل هذا اخر مره المغرب تاهل كان مازال ما تولد هذا اخر مره المغرب الدري الصغير اخر مره المغرب داز الدوزيام تور كان مازال ما تولد هذا الدري الصغير هذا شي هذا انت ما عرفتش شنو التاهل
ربما في المستقبل ويكون مستقبل الكره المغربيه افضل. الدري تنعرفوا هذا الاسد هذا كان ولد حومتي هذا سبحان الله. هاو الاسد هذا اخر مره المغرب دار شي حاجه في كوب دافريكا هذا كان عنده 4 سنين. المهم هادشي اللي كاين. نتمنى الفيديوهات الجايين يعجبوكم وتنعاود نشكركم. والناس اللي مازال ما دخلوش عندي للقناه ما تنساوش ديروا سبسكرايب ولايكات كما ديما وديروا لايك ديروا ما تعكزوش. يلا شكرا شكرا بزاف. I do it for my family.